خلينا برضو امبارح يعني مع اخبار رئاسة الجمهورية في لفتة انسانية من الرئيس السيسي. سيادة الرئيس اوقف موكبه امس، وذلك اثناء رؤيته لاحدى السيدات جالسة على الرصيف وادار معها حوارا ووجه بتلبية كافة احتياجاتها. وقال الرئيس السيسي: هنعمل كل حاجة، انا ليا الشرف، هنشوف المستشفى، عينينا ليكم، هاخد منكم الأوراق ونعمل كل حاجة لترد عليه السيدة بعدم امتلاكها بطاقة. حيث قالت: ما معيش بطاقة يا رئيس. فرد الرئيس: هنعمل كل حاجة وهنشوف المستشفى. وقالت السيدة: ربنا يخليك يا رئيس، وربنا يصلح طريقك، وربنا يوسع رزقك ويخليك للناس كلها تخدمها، بدعيلك للنهار. وتابع الرئيس: ربنا يتقبل منك، احنا عنينا ليكم. يعني جابر الخواطر، جابر الخواطر. ويمكن يعني الست كانت قاعده على الرصيف، ده صحيح، يعني هي الست كانت قاعده على الرصيف وموكب الرئيس معدي، ودي على فكره مش مترتبه طبعًا. عشان بقى اللي يقول لك دي مش مترتبه، هي طبعًا. فعلا مش شفنا مترتبه. شفنا الست بتتكلم بتلقائيه ازاي، والرئيس يعني ده في مغادرته بعد ما خلص الجوله بتاعته وماشي وشاف ده، وقف الركاب كله وادار حوار انساني رائع. ودي مش المره الاولى اللي الرئيس بيعملها، اكتر من مره قابل الناس البسطاء، والرئيس لما بيقابل الناس البسطاء دي بيقرب قوي، بيشوف قد ايه الناس بتحبه. الناس بتحب الرئيس ليه؟ الناس بتحب الرئيس لان بتلاقيه معاها بسيط. الرئيس السيسي مننا، واحد مننا، واحد مننا، واحد متربي في حي شعبي، واحد عارف المصاعب اللي الناس بتواجهها. هو بيقول انا حاسس بيكم، والله يا جماعه انا كانسان انا حاسس بالاسعار اللي اقدر بس مش قادر اكتر من كده. احنا 104 و105 مليون مواطن في مصر، الازمه طاحنه للناس كلها. وبعدين بعد ما حصل ده، بعد ساعتين كانت الأجهزة المعنية راحت لهذه السيدة وراحوا لها في بيتها، الجمعيات الأهلية كلها راحت وعملوا الحقيقة لبوا كل مطالبها، ودوا لها الأجهزة كلها وعملوا كل الحاجات اللي هي عاوزاها. وكانت هدية كويسة جدا من الرئيس ان الرئيس يقابلها دلوقتي بعد 3 ساعات، يكون الناس دي كلها عندها في البيت. فالست قد ايه حست ان لا في حد يعني حاسس بينا. انا عارفه ليه بقول لك يا استاذ جمال ان الموضوع ده مش مترتب. الست حتى معاش رقم قومي ولا اي حاجه، يعني لا قادره تاخد معاش مثلا لا قادره تروح مثلا تاخد حاجه من وزاره التضامن والتكافل والكرامه، ولا عندها معاش لان مش قادره تطلع. يعني هي الست ما عندهاش حاجه خالص. يعني وده برضو هيرجعنا لحاجه يا استاذ رشا، ان لو كل مسؤول نزل من مكتبه وعمل جولة هيلاقي زي الست دي كتير، ويقدر يحل مشاكل كتير. لكن مشكلتنا ان احنا كتير من مسؤولينا يعني موجودين في المكاتب، النزول قليل جدا، ما بنشوفش المحافظين موجودين في القرى، ما بنشوفش المحافظين موجودين في الاحياء. في مشاكل كتير جدا ممكن تحل بمجرد وجود المسؤول وشافها. اول ما يحس هيشوف والله ده اللي احنا بنشوفه. ودايما بنتمنى ان مسؤول يجي يمشي هنا عشان الشارع ينضف شويه. طيب